الكهنة والرهبان ومجمع الدير ومجمع الدير بأن أثبت على الإيمان الأرثوذكسي بأن أثبت على الإيمان الأرثوذكسي إلى النفس الأخير إلى النفس الأخير كما أتعهد كما أتعهد بأن أسلك حسب قوانين الرهبنة كما أسلك بأن أسلك حسب قوانين الرهبنة معترفا بأنها موتا عن العالم معترفا بأنها موتا عن العالم وأن أحيا حياة البتولية وأن أحيا حياة البتولية والطهارة والطهارة بعيدا عن كل خلطة ضارة بعيدا عن كل خلطة ضارة وأن أبدأ بحياة الشركة في الدير وأن أبدأ بحياة الشركة في الدير وأبعد عن محبة المال وأبعد عن محبة المال وأتعهد وأتعهد بأن لا أدخل في معاملات مادية بأن لا أدخل في معاملات مادية حتى لو كان مع أسرتي حتى لو كان مع أسرتي أو أقاربي أو أقاربي إلا بموافقة رئيس الدير إلا بموافقة رئيس الدير وأن أبعد عن محبة النصيب الأكبر وأن أبعد عن محبة النصيب الأكبر وأتعهد وأتعهد بأن أعيش في حياة الطاعة بأن أعيش في حياة الطاعة محترما ناموس الدير محترما ناموس الدير وأنظمته وأنظمته احتراما كاملا احتراما كاملا سالكا بأمانة والتزام سالكا بأمانة والتزام في أداء كل واجباتي في أداء كل واجباتي وما يعهد علي وما يعهد إلي من مسؤوليات من مسؤوليات وأن أكون أمينا في اعترافاتي وأن أكون أمينا في اعترافاتي ولا أسلك حسب هواي ولا أسلك حسب حواي ولا مشيئتي ولا مشيئتي ولا أترك لنفسي أن أشترك في تذمر الآخرين ولا أترك لنفسي أن أشترك في تذمر الآخرين كما أتعهد كما أتعهد بالمواظبة على القراءة الشخصية بالمواظبة على القراءة الشخصية في الكتاب المقدس في الكتاب المقدس والتأمل فيه والتأمل فيه وبستان الرهبان وبستان الرهبان وكتب الآباء وكتب الآباء والمواظبة على الأسرار الإلهية والمواظبة على الأسرار الإلهية والمزامير والتسبحة والمزامير والتسبحة وصلاة مجمع نصف الليل وصلاة مجمع نصف الليل والغروب والغروب وارتباطي بحياة السكون وارتباطي بحياة السكون وعند رغبتي في حياة الوحدة وعند رغبتي في حياة الوحدة لا يكون ذلك إلا بمشورة أب اعترافي لا يكون ذلك إلا بمشورة أب اعترافي وموافقة رئيس الدير وموافقة رئيس الدير وألتزم بالعمل الذي يؤكل إلي وألتزم بالعمل الذي يؤكل إلي وأنا أحب الكل وأنا أحب الكل وأخدم الجميع وأخدم الجميع ولا يعلو صوتي في الدير ولا يعلو صوتي في الدير ولا أستقبل علمانيا في قلاياتي ولا أستقبل علمانيا في قلاياتي ولا أكون محبا للطرف ولا أكون محبا للطرف ولا أسعى نحو النزول إلى المدن ولا أسعى نحو النزول إلى المدن والريف والريف بغير ضرورة بغير ضرورة مرض أو مهمة يكلفني بها الدير مرض أو مهمة يكلفني بها الدير وألتزم في هذا وألتزم في هذا في هذه الحالة أن يكون محل إقامتي في هذه الحالة أن يكون محل إقامتي بمقر الدير بمقر الدير أو بترتيب أو بترتيب بعيدا عن الخلطة بالعلمانيين بعيدا عن الخلطة بالعلمانيين كما أتعهد كما أتعهد بالخضوع الكامل بالخضوع الكامل لرئاسة الكنيسة العليا لرئاسة الكنيسة العليا ممثلة في قداسة البابا البطريرك ممثلة في قداسة البابا البطريرك الرئيس الأعلى للرهبنة القبطية الرئيس الأعلى للرهبنة القبطية وأبي رئيس الدير وأبي رئيس الدير مع توقيري واحترامي مع توقيري واحترامي للآباء المطارنة والأساقفة للآباء المطارنة والأساقفة محافظا على وقار الطقس الرهباني محافظا على وقار الطقس الرهباني غير متعال على احد غير متعال على احد الرب يعطيني نعمه بصلواتكم جميعا الرب يعطيني نعمه بصلواتكم جميعا حتى اسلك بامانه صلوا عني هامطانيا حتى اسلك بامانه صلوا عني هامطانيا
مرتاحة ومشوط ليك وسط اخواته هنا في الدير في درجة كبيرة خالص. ومن احلى الحاجات اللي موجودة دلوقتي ان هو يعتبر في حاجتين، من اول الاباء اللي تسموا في اللي هيتسموا في عهد البابا طاووس الثاني، الحاجة الاولى. الحاجة الثانية هو مولود اصلا في اوروبا، يعني من ابن ولاد في اوروبا، يعني مش جاي من مكان تاني عشان نبتدي خدمة، لا هو من ابن الولاد الموجودين في اوروبا، طلع وكبر هنا في المكان واشتغل، وفي نفس الوقت قدم نفسه لربنا، فدي بركة كبيرة خالص لينا. اتفضل يا ابونا وزع. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، سترتنا وعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. نعيننا أن يقبل سؤالات تلقى قديسين منهم بصلاحنا في كل حين، وأن يحبس لنا وعلينا حياتك ما بين البطريرك المكرم الباب المعظم الأنبا تودروس الثاني وشريكه في الخدمة الرسولية بين الأسقف المكرم الأنبا ليغفر لنا خطايانا يا رب. من أجل هذا نصلى نطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا نكمل هذا اليوم المقدس كل يوم حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان ومؤامرات الناس الأشرار وقيام العداء الخافين والظاهرين. وعن سائر شعبك وعن الأخ ماكسيموس وعن هذا التي وعن موضوعك المقدس هذا. أما الصالحات والنفعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وعلى كل قوات العدو. Yeah.
تعظيم رحمتك ومسك إسرافتك تمحى اسم تخسين كثير من اسم وخطيئة طاهرنا عن رب اسم خطيئة من في كل حين لك بعد الخطاط تكوين لموسى النبي بركاته علينا امين. وقال الله لابراهيم اذهب من ارضك ومن عشيرتك وبيت ابيك الى الارض التي اريك فاجعلك امه عظيمه واباركك واعظم اسمك وتكون بركه وابارك مباركيك ولعنك العنه وتتبارك في جميع قبائل الارض. فذهب إبراهام كما قال له الرب وذهب معه لوط. وكان إبراهام ابن 75 سنة لما خرج من حران. فأخذ إبراهام سراي امرأة ولوطا ابن أخيه وكل مقتنياتهما التي اقتنيا والنفوس التي امتلك في حران وخرجوا ليذهبوا إلى أرض كنعان. فأتوا إلى أرض كنعان واجتاز إبراهام في الأرض إلى مكان شكيم إلى باروتة مورة. وكان الكنعانيون حينئذ في الأرض. وظهر الرب لإبراهام وقال له لنسلك أعطي هذه الأرض. فبنى هناك مسبحا للرب الذي ظهر له والمجد لله دائما أبديا أمين. من سفر تثنية لموسى النبي بركاته علينا أمين. عملتم بها عشتم وكثرتم ودخلتم الأرض التي حلف الرب لكم ولآبائكم أن ترثوها وتذكرون الطرق كلها التي سيريكم الله ربكم فيها في البرية ليجربكم ويعلم ماذا في قلوبكم إن كنتم تحفظون وصاياه أم لا. فأزلك وأجاعك وأطعمك المن في البرية الذي لم تكن تعرفه ولا عرفه آباؤك لكي يعلمك أنه ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله. ثيابك لم تبلى ولم تحفر رجلاك هذه 40 سنة ليعلم قلبك أنه كما يؤدب الرجل ولده
كذلك الرب إلهك يؤدبك، فاحفظ وصايا الرب إلهك ليدخلك أرضا صالحة ذات عيون وماء حلو، وتجول وتسكن في الجبال والأرض، أرض حنطة وشعير وعنب وتيل وزيتون ودهن وعسل، أرض لا تأكل فيها خبزك بالمسكنة ولا يعوزك فيها شيء، والسبح لله دائما أبدا. أمين يا ابني، إذا تقدمت للتعب وطلاب هيئ نفسك للتجارب الكثيرة، وشتت قلبك واحتمل وأصبر ولا تنحل، والتصق بالرب ولا تبتعد عنه لتنمو في آخرتك. اقبل كل ما يأتي عليك بتواضع قلب وطول روح، لأن الذهب يتقرب بالنار والمختارين من الناس بالهوان. توكل على الرب لينصرك، قوم طريقك وتركه، فإن الخائفين الرب يتركون الخيرات والحياة الأبدية والرحمة والسبح لله دايما أبديا آمين. شليل إن باسي كيدون ماتي The Father of Lord and Savior Jesus Christ. We ask you to entreat your goodness of his loved one. Oh, remember, O Lord, the seat of your people. يا رب ارحم المرأة والرفات، اشفيهم اذا عنا وعنهم كل مرأة كل سطب ورع الامراض، اطردهم الذين ابطاهم وطنئ في الامراض، اكرموا عزيهم ومعزيهم وارواح النجزاء اعطرهم جميعا، الذين في سكون المطاب او الذين نطق في النفي او السبي او مطلوب عليهم في الارض مرة، يا رب اعتقهم جميعا وارحمهم، لانك انت الذي تحرر المربطين وتقيم الساقطين، رجاء من ليس له رجاء معين من ليس له معين، عزاء استغيث القلوب من الذين في العاصف، كل انفس مربوط عليها، اعطيها يا رب رحمه، اعطيها رحمه، اعطيها بروده، اعطيها نعمه، اعطيها معونه، اعطيها خلاصا، اعطيها غفران خطايانا واساميها، والعائدا يا ربي امراض نفوسنا اشفيها، والتي أجسدنا فيها أيها الطبيب الحقيقي الذي أنفسنا أجسدنا، يا مدبر كل جسد تعهدنا بخلاصك يا رب يا أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، السلام لك نسألك Jesus is the Christ, the Son of God, and the Son of God.
أغنيتي سومريتي صبيو إن سنتي ما إسنودي نسكيني بيو الماتي كنت شرم بن شالين كسر إيت أسمودي غيم بن كايو وأزبيري ناني بولين وكربوس إنت بابن ما بابن ما مبارك لدون في طبيعي جن بشير جن مونت بيورداني إسكتبتي بوسن نوي شرم بغاريتي إما بن سوساس هي شنو بينا ننتي هيرين تفنوتي تيتا شو بسرني رومي إن صويوت البيس شروم بمشال نويتي أريني إن بينا ينان هرباي خاروخ انتي نجي إيتي فاي بيسوس بميسي إيبول خين فيوت أب ماس فينا نفول انخيتي أفير بنجينو سنرم هي ويغر مارين تاو إيبول خين بنيتين شرب نسس خين خين بن كلاس نوشي ولن قويموز جي بن شويسيس بخريستوس مطميو نغن خرين خيتين نو إرفين تكم دمائستو ويبا افتي دوك سولو جيناك شيرين يوتي برسين سورو من أليسيني شير شوشن تبن جنس ريك بونا عمانوين تنتي هو آري بن مبوتي بروستاتي سيتن أتنارن بن شويسيس بخريستوس دكان النوبين آنيبول تلوبات المركوريوس بيري من قومت بخريستوس افتيوت فنت بنوبليين بيخوك ترفت بيناتي اوابي چي خنت بجي جنتي سي في ان رويس نفسي اي طبي انجيلوس انت بشوي ستبروف خنت بمجي بجي جن اونام افشي ناوي بوليموس خنتي قومت بخريستوس افشاري اني بربروس خن اونشتي ان الخو افرنم بيني بولانا ابكا يو افكوتي نين اف اووي افقو افجوجي خن بي دي اغونو سنتتي مت مارتي روز افتشي بندكي اوز بي اورو اناسي بسيتن تبنشن بونين بخي سنتيني باسانوز وابي هزا لبس اكلي للشهد غير مضمح الواعي دماء جميع القديسين في كورة الاحياء شيري نكو مارتي روز شيري بشوي جنجني اوز شيري بي اسلو بروز في لوباتي المركوري اوز بهم بشوي سيري اغن بس نو بروز مارتي روز في لوباتي المركوري يستفقان النوبي نانيبو أيها العمدان النيران الكوكبان الحقيان المضيان الفوسين فضيلهم المقدس بانتونيوس وان بابولا لزن زيان سيرتهما بأصوام وصلوات وطهر عظيمة شاكين في البرر مسبحان الله بلا في تورناران وليلان مثل الملائكة حتى أكمل عمرهما بفرح وتعليل وانك للغير الفاسد في أورشليم السمية مسبحين مع الملائكة وتمادي السمية ومصاف القديسين باتفاق واحد ممجد نسرس القدوس المساوي في الجوار الذي هو بداية ونهاية كل الخيرات توبهم بالحقيقة بين كريسين البرين بانتونيوس وانبابولا محباي المسيح اطلب من الرب عنا يا سيد الابوين حب اولادهم بانتونيوس وانبابولا يغفر لنا والمدبر القوي لفت سفينة من قدر البر الظافر في المعارك أيها المصباح المنير رائد الأرثوذكسية وأثناسيوس الرسولي ومعلم القاطيع النضج الذي للمسيح تعليمك القوي ما نبذت في قلوب الأراتيكا مثل سيف ذي حدين بقوة الثالوث كل ركبة جسد للرب وكل لسان سبحوا ومجد الله زاع وملا وجه مسكونا إننا جاز نعظمك مع المرتل داود لأنك أنت الكاهن للأبد على تقسيم الكي صادق سلام للبطريرك العظيم أبينا قديس أنباسناسيوس يا من تعليم المقدسة أنا رضع قولنا مبارك أنت بالحقيقة يا لب القديس البطريرك القديس أنباسناسيوس الرسول حبيب المسيح طبيم بشوي سيري يغن بن يونس وبطريرك شيزابا أنباسناسيوس بأبوستولي كوستيف كان النوبي نانيبول كل الأبرار لكملوا أتع فضائلهم متضايقين متألمين والعالم لا يستحقهم كائن في البراري والمغاير وشكوك الأرض أولئك الذين شهد لهم إنهم من قبل إيمانهم وصبرهم فلنسرع في طريق جهادهم وننظر رئيس الإيمان ومكمله يسوع طلب من الرب عنا يا مصاف لباس الصليب الذين كملوا في البراري ليغفر لنا خطيئنا نيلت نعمة موسى وكهنوت هارون أخذت كرامة أبينا بطرس بك
ذكرى الرسل. رفع المسيح يده اليمنى على راسك وأتمانك على مفاتيح ملكوت السماوات لتصير مدبرا على الكنيسة وترعى شعبك بطهر وبر كما قال بولس الرسول كمثل هارون كذلك المسيح كذلك نرفعك مع المرتد قائل أنت الكاهن إلى الأبد على تقسيم الشي صديق طبعهم بشوي سريع شوي سنيوتي بطري أرشي صعفة ودرس بأرشي رست الكاهن النوبين أنيبول طبعهم بشوي سريع كن بنيوت سوى بنجيكي وصعفة توني ببسكو بصف كاهن النوبين أنيبول شبيا سواري سمسي كن غين نمت الشستار كن خيطو اتشوز نفترين تيثي أوتو كوستيم برسن سنسي يونيبين ماتيو بطاري ماس بن سوتير نعرسون دبولنا خيسي بولارون تعالوا أيها الأبناء واسمعوني لأعلمكم خشية الرب من هو الإنسان الذي يهوى الحياة ويظن أن يرى أياما صالحة أكفف لسانك عن الشر وشفتيك عن أن تتكلم بالغد هد عن الشر واصنع الخير اطلب السلام واتبعها فأن عيني الرب على الأبرار وأذني تنصت إلى طلباتهم هللويا Yeah.
شيتيرو بابلو سيبو كم بن شوي سيسوس بخريستوس يا معلمنا بولس الرسول إلى أهل أفسس بركاته على جميع أمين. وأخيرا يا أخوتي تقووا في الرب وفي عز قوته وألبسوا عليكم جميع سلاح الله لكي تستطيعوا أن تقفوا قبالة حيل الشيطان، لأنه قاتلنا ليس هو مع قتالنا ليس هو مع لحم ودم بل مع رؤساء وسلاطين ومع ولاد هذا العالم المظلم ومع الروح الشريرة التي تحت السماء. فلذلك خذوا لكم جميعا سلاح الله لكي تقدروا على القيام في يوم الشر، إذ عملتم كل شيء اثبتوا وانهضوا وأنتم مشدودين على ظهوركم بالحق. البسوا درع البر حاذين أقدامكم باستعداد إنجيل السلام، ومع كل شيء خذوا لكم ترث الإيمان هذا الذي به تقوون على إطفاء جميع سهام الشرير المتقدة. وخذوا خوذة الخلاص وسيف الروح الذي هو كلمة الله، وبكل صلاة وبكل طلبة صلوا في كل حين بروح، وكونوا في هذا ثاهرين بكل ملازمة وبكل طلبة عن جميع الأطهار. وعني أيضا لكي أعطي كلاما عن افتتاح فمي لأنادي بسر الإنجيل علانية هذا الذي بسببه أنا موثق بسلاسل لكي أظهره كما ينبغي لي أن أنطق، ولكي تعلموا أنتم ما الذي أقصده. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحكم يا أباء يا أخواتي. Yeah.
Yeah.
أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسل الأطهار المكرمين قائلا إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذنكم لأنها تسمع فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بطلبات قديسي يا رب ارحم. اذكر ايضا يا سيدنا كل الذين اوصونا وامرونا ان نذكرهم في سؤالاتنا وطلباتنا التي نرفعها اليك الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم مرضى شعبك اشفيهم لأنك أنت حياتنا كلنا خلاصنا كلنا رجانا كلنا شفانا كلنا وقيامتنا كلنا بصالم استودع أفيد أغنية أني oh.
في na ebnovi ero تي ابي مش نم نف ما سيتيز بغاف نو اوج في سا ناوش اي سا من هي مارف جولف ايفولو انت فولي ام بفستافروس انت فو افن سوي في غارس ناوش نو هم انت نفسيشي اف ايتا كوس في ديس ناتا كو انت
تف بسيشي اذبيتي نمز بابي انجيلونيس او على جميعنا طبام الذين ترت اسمهم والذين سطت خطاياهم طوبى للرجل الذي لم يحسب له الرب خطيه في فمه مش الليلويا اللهم اطرف علينا وارحمنا جعلنا مستعدين لسماع الانجيل المقدس وحفظتم بشرى انجيل معلمنا ما دمرت سبشير بركاته ودع الجميع تلاميذه وقال لهم من أراد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني فإن من أراد أن يخلص نفسه يهلكها ومن أهلك نفسه من أجلي ومن أجل بشارتي فهو يخلص لأن ماذا ينتفع إنسان لو رمى العالم كله وخسر نفسه أو ماذا يعد إنسان فداء عن نفسه لأن من استطاع أن يعترف به وبكلامي في هذا الجيل الفاسق الخاطي فإن ابن إنسان يستحي به متى جاء في مجد به مع ملكة الأطهار وقال لهم الحق أقول لكم أن من القيامة هنا قوما لا يزرون الموتى حتى يرون ملكوت الله قد أتى بقوة والمجد لله دائما نفعن تي باسم الثالوث المساوي الآب والابن والروح القدس هذه النفس التي لعبتك مكسيموس التي من أجلها اجتمعني أب نيحها في ملكوت السماوات يا الله لاحوم الخالق الكثير الرحمة أبو الأنوار وابن الوحيد يسوع المسيح ابن الروح القدس نسألك أيها الثالوث الأقدس اطلع من السماء لعبتك مكسيموس هذا الآتي إليك ساجدا منكسا الرأس أمامك اقبل اليك يا رب صومه وصلاته وتوبته واعترافه واغفر له جميع خطاياه واعطيه قوه وخلاصا وفهما وحكمه وعقلا مستيقظا امنحه يا رب قلبا طاهرا وفكرا ثابتا وايمانا مستقيما ونسكا وصبرا وشجاعه ومعونه واحفظه يا رب من كل التجارب الشيطانيه والارواح الخبيثه والافكار الارضيه امنحه افكار صالحه سمائيه احفظه بعزائك ملائكتك النورانية وطهر نفسه وكذته معا من قبل الروح القدس
بارك يا رب بقوة صليبك المقدس، املأهم من الروح القدس، اجعله مستحق للدخول مع العريس الى قدر الروحاني السماوي، اجعله مستحق لسماع صوتك الفرح الممتلئ بهجة وزورنا القائل تعال ايها العبد الصالح ادخل فرح سيدك. اعطيه نصيبا ومراسا صالحا ليرد مع جميع قدسيك ما لم ولم تسمع به اذن ولم يخطو على قلب بشر ما عدا الدار رب لجميع قدسيك. ونحن الخطاة نسألك يا أيها الرب محب البشر اغفر لنا خطايانا وأثمنا، اقبل إليك اعترافنا وثبتنا في الإيمان المستقيم إلى النفس الأخيرة بشفاعة السيدة السيدة مرت مريم وليدة الإله وجميع القديسين وشافيع هذا التير القديس العظيم البابا أثناس الرسول آمين. كل أضعف فضائلهم متضايقين متألمين والعالم لا يضحكهم تائهين في البراري والمغاير وشكوك الأرض أولئك الذين شهد لهم إنهم من قبل وصبرهم فنصيح في طريق جهادهم وننظر رئيس الإيمان ومكمل الرب يسوع اللهم من الرب عنا يا مصاف بارس بابي ناري يقول انشوز الرحيم نسي خطو قسمة لي اسمع بالبن سودي تفكان النوبي ناني بولتو بهم شوي ساري يكون ناشوي سنيوتي ماينو شيري وانتوني اسمي والاول انت فكان النوبي ناني بولتو بهم شوي ساري يكون ناشوي سنيوتي ماينو شيري وانتوني اسمي والاول انت فكان النوبي ناني بولتو بهم شوي ساري يكون ناشوي سنيوتي بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى ما لا يرى نون برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور لا حق من لا حق مولود غير مخلوق مساوي ولا في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومريم العذراء تعالى الصليب عنا العهد بالأصل البنطي قام الأموات في اليوم الثالث كما في كتب وصادر السماوات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده يدين أحياء والأموات الذي ليس ممكن انقضاء نعم نعم بالروح القدس بسك من الآب نسجد له ومجدهم على الآب والابن الناطق في الأنبياء بكنيسة وحدة مقدسة وجامعة رسولية ونعترف معمودية وحدة نغفرت خطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار التي آمين نسأل الله ضابط الكل ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح نسأل وطلب من صلاحك يا محب البشر اذكر يا رب نفوس عبيدك أبائنا وإخوتنا الذين رقادوا أبانا قدسين وسهل ساقل وبانا لساقفة أبانا قامم سهل أبانا قصوص وختم شمام سهل أبانا رهبان وأبانا العلمانيين وأنياحكم المسيحيين لكامسيه لننا نفوس ومأجمعين في فتوس نعيم ونحن أيضا يسنى معنا رحمة يغفر لنا خطايانا يا رب يا رب نحن نفوسهم جميعا في أحضان أبانا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب لهم في مضى خضر على ماء الراحة الموضع الذي هرب منه الحزن والكآبة والتناوت في نور قديسك أقم أجسادهم في اليوم الذي رسمته كمواعيدك الحقيقية غير الكاذبة إبلام خيرات مواعيدك ما لم تر عينا ولم تسمع به أذن ولم يخطر على قلب بشر ما عددته يا الله لمحب اسمك القدوس لأن لا يكون موت لعبيدك بل هو انتقال وإن كان قد لحقهم طواني لو تفرد كبشر وقد لبسوا جسدا وسكنوا في هذا العالم فأنت يا رب كصالح ومحب للبشر تفضل يا رب عبيدك الأرثوذكس المسيحيين في كل المسكونة من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى الجنوب كل واحد باسمه كل واحد باسمه
تفضل يا رب ليحوم واغفر لهم، لأن ليس أحد طاهر من بلادنا أو كانت أيام حياته يوما واحدا على الأرض. أما هؤلاء يا رب الذين سبقت فأخذت نفوسهم ليحوم وليستحقوا ملكوت السماوات، ونحن يا رب هب لنا كمالنا المسيحي الذي يرضيك أمامك، أعطينا وإياهم نصيبا وميراثا مع كافة قديسي. يا رب ارحم. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل الساكن في الأعالي والناظرين المتواضعين، العارف ما كان من البدء ما يكون الآن، الذي يعرف الخفايا والمكتومات، الفاحص عقل البشر والعالم بالضمائر قبل كونها، انظر من علوك المقدس ومن مسكنك المعد على عبدك الأخ ماكسيموس، هذا الذي أتى إليك المبتدئ بالسيرة الروحانية التي هي الرهبنة. قوم سعيه، هب له طاعة كاملة ليكون في موت من جهة الألام الطبيعية، لكي من قبل قص شعره يا رأسي يطرح عنه أعمال الردية ويقبل معونة نعمة الروح القدس. نعم أيها الرب الإلهنا، اصنع مع عبدك خيرا ونعمة لكي يشتاق إليك بقلب طاهر كامل، ويحني عنقه بشهوة تحت نيرك الطيب، ويهرب بالكمال من الشهوات والملذات الجسدية ومن العالم المضل وكل الأرواح الخبيثة، ويستحق كرامة كرمك الروحاني لكي يتقلب في كل زمانه بالصبر والعفاف والتعب والغربة والوداعة والنسك والتواضع بسيرة نقية مملوءة من الفضيلة في وصاياك وأوامرك كاستحقاق الدعوة التي دعي إليها، وليستحق أن يعمل بالفضائل الكاملة ويتأمل الأسرار بالمنظر، ويكون وارثا للفرح الذي لا يوصف، وينال المجد في ملكوتك بابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي ينبغي لك معه المجد والإكرام إلى الأبد. آمين. شهوة سيدنا البابا شنود الله ينيح نفسه، وهو اللي سماه باسم الأنجيلوس. كان موجود معايا ساعتها أبونا كواكيوس وأبونا أنجيلوس السوياني، لما سألناه تحب تسمي تيما التيه الأهباط بإيه؟ قال لي هنسميه باسم تيما يكاكس للأهباط، وده هيبقى أول تيه للأهباط في أوروبا كلها، يعني مفيش تيه للأهباط إبتي اتعمل، فإن شاء الله بمشيئة ربنا هنسلمه الشهيرة. موجود في أيرلندا بمشيئة ربنا، وفي اتنين أمهات حييكم من مصر هيبتدوا الحياة زي ما ابتدينا هنا هيبتدوا، ودي بتبقى بركة كبيرة خالص إن شاء الله. ثم يشهد أيضا يعني أبانا القديس أنطونيوس قائلا أنه رأى ذاته وكأن نفسه قد خرجت من جسمه وأعقوها في الجو، وأرادوا أن يحاسبوها منذ صغرها، وإذا صوت من السماء يقول إني من حين صغري إلى حين صار راهبا قد تركت له ذلك وغفرت له خطاياه بالرهبنة، ولكن من وقت أن صار راهبا حاسبوه. وهكذا حسبوه فوجدوه بغير لوم كريما أمام الرب ذا أعمال فاضلة. والآن أيها الأخ، ها قد طهرت من دنس العالم الكثير الأنواع، فاحفظ نفسك منذ الآن لتكون جنديا صالحا للمسيح ملك الملوك، وتقاوم الحرب الخفية التي لإبليس وجنوده الأشرار، واحفظ العهد الذي قررته الآن بأن تعبد الله بخوف ورعدة وتتلو في المزامير مع سهر الليل وتلاوة الإبصالمودية وصلاة الكنيسة المفروضة، تكمل ذلك بكل اجتهاد مع صوم بمقدار ونسك وطهارة الجسد لكي تكون صديقا للملائكة الأطهار، وأيضا الخضوع والطاعة تكملها.
واحرص أن تسمع لمن يرشدك إلى طريق الله وصاياه المقدسة إلى حد الموت، لكي تنال تاج أبناء الله وترث ملكوت السماوات، ويكون لك نصيب وإرث مع كافة القديسين الذين أرضوا الله منذ البدء. والرب الإله يساعدك في كل عمل صالح ويحرسك من التجارب إلى النفس الأخير. واجعلنا جميعا مستحقين سماع الصوت المملوء فرحا القائل: تعالوا إلي يا مبارك أبي، رث الملك المعد لكم من قبل إنشاء العالم بشفاعة كافة القديسين. آمين.